وعلشان كده بعد اذنك يا اخ نزار انا اوجه بقى رساله دلوقتي. احنا واحنا بنتكلم على القران وبنتكلم على الكتاب المقدس، كل واحد قدامه القران والكتاب المقدس موجودين في كل مكان، لكن انا بقدم رساله لكل واحد بيسمعني النهارده ان هو يفتح قلبه وينور ذهنه ويقول لربنا انا متاكد انك انت مش هتزيق قلبي، لكن انت لو انا طلبت وسالتك وقلت لك انت مين، انا متاكد انك انت هتقولي انت مين. وانا واثقه انه لو كل واحد قدم هذه الطلبه او الدعاء لربنا بقلب نقي وقال له يا رب انت مين، ربنا هيوجهه هيقوله هو مين.